السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي اليوم عندنا جهاز جديد من شركة اونر من الفئة المتوسطة لكن سعره جدا مناسب حبيت اجرب هذا الجهاز واستعمل استعمال شخصي لفترة من الزمن واشارك وياكم هذه التجربة لكن بسعر رخيص جدا اليوم عندنا الاونر 10 لايت هذا الجهاز مع مواصفات المتوسطة لكن يكون سعره جدا رخيص وجدا مناسب لو نبدأ مميزات هذا الجهاز هذا الجهاز يأتي بشاشة كبيرة نوعا ما 6.2 انش فول اتش دي بلس وتحتوي على النوتش الصغير جدا في منتصف الجزء العلوي بالنسبه للشاشه، هذا النوتش الصغير يحتوي على الكاميرا فقط، واحنا تعودنا في سنه 2018 اكثر الاجهزه حتى المتوسطه جاءت بنوتش جدا كبير، وهذا يكون يمكن عيب ويضايق كثير من المستخدمين بالنسبه للاستخدام الاعتيادي حتى موجوده بالالعاب، لكن هذا الجهاز اجاني بنقطه موجوده في داخل الشاشه، وهذه النقطه تؤثر على شكل الشاشه بالعكس انطتني شاشه كبيره جدا بالنسبه لواجهه الجهاز مع التصميم الجميل جدا بالنسبه للشاشه تشغل حوالي 90% بالنسبه للواجهه الاماميه تكون بالوان وسطوع جميل جدا وحتى ما تهتم اذا انه تستعمله بالاضاءه العاليه او الاضاءه المنخفضه راح يعطوك سطوع جدا عالي طبعا هذا الجهاز ياتي بحجم صغير نوعا ما لكن الشاشه تكون كبيره لانه الشاشه اخذت حجم اكبر بالنسبه للجهاز فتكون مسكه الجهاز جدا بسيطه ويمكن ان سيطر على الجهاز باليد الواحده راح تعطيك اريحيه ومسكه باليد جميله جدا مع الشاشه الكبيره الموجوده بهذا الجهاز، مع انه الجهاز صغير يكون وزنه خفيف جدا ولم يكون ثقيل ولا يتعب اليد حتى بالاستخدام اليد الواحده ويكون جدا مناسب لوصول اصبعك الى نهايه الشاشه. لو ناتي الكاميرا ياتي هذا الجهاز بكاميرا اماميه 24 ميجا بكسل وهذه الكاميرا تنطيك مواصفات جدا ممتازه لان الشركه اضافت لك كل ما تحتاجه الكاميرا في داخل تطبيق الكاميرا من من ميزه البوتريه او الصور او الفيديو وانا جربتها بعض الصور انطتني اداء ممتاز بالنسبه للكاميرا الاماميه اما الكاميرا الخلفيه ياتي بكاميرتين هي 13 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل 13 ميجا بكسل تعطيك صور ممتازه والفيديو كذلك جميل جدا في الإضاءة القوية كذلك هذا الجهاز يأتي بمعالج هاي سيليكون كيرين 710 يكون أفضل معالج وآخر معالج من شركة هواوي للفئة المتوسط الذي يأتي برام 3 جيجا مع ذاكرة تخزين 64 طبعا هذا المعالج يحتوي على الجيل الثاني من الجي بي يو تيربو اللي ينطق أداء أفضل من الأداء السابق بالنسبة للأجهزة القديمة طبعا هذا الجهاز يعمل بنظام الأندرويد p P9 مع واجهة هواوي التاسعة آخر واجهة بالنسبة لشركة هواوي راح يعطيك اداء افضل من الواجهه القديمه اللي خففت من ثقل مالتها بالنسبه للاستعمال المكثف ويحتوي هذا الجهاز البصمه بالخلف مع مع منفذ المايكرو يو اس بي ومنفذ السماعات 3.5 لم تزله هذه الشركه من هذا الجهاز طبعا هذا الجهاز يحتوي على سماعه واحده بدل السماعتين وهذه السماعه تنطق تجربه جميله بالنسبه للموسيقى والفيديو بما انه لم يحصل على سماعتين لكن الصوت جدا جميل اللي لاحظته بهذا الجهاز يأتي هذا الجهاز مع فضل لشريحتين اتصال أو شريحة اتصال مع ذاكرة الخارجية التي تصل حتى 256 جيجا طبعا البطارية تأتي ب 3400 ملي أمبير ولا تدعم الشحن السريع طبعا لو نأتي للسعر طبعا هذا الجهاز يأتي بسعر منخفض جدا بسعر 180 دولار ما يقارب 220 ألف عراقي هذا السعر مع الامكانيات الموجوده بهذا الجهاز مع الذاكره ال 64 مع الشاشه الجميله الموجوده به الملمس الجميل، بشكل عام الجهاز يكون جميل مع صغر الحجم والشاشه التي تكون بها نتوء جدا صغير، مع هذا السعر تكون صفقه جميله جدا ويمكن مربحه بالنسبه ليستخدم الاجهزه استعمال متوسط، لكن هذا الجهاز لا يخلو من العيوب واكثر الشركات من تنتج جهاز بعيوب وبمواصفات او مميزات. اليوم راح اذكر لكم بعض العيوب اللي لاحظتها بهذا الجهاز مع الاستعمال المكثف الموجود بهذا الجهاز. اول عيب انه هذا الجهاز يحمل ذاكره عشوائيه 3 جيجا مع ذاكره تخزين 64. اولا الذاكره العشوائيه 3 جيجا جدا قليله، جدا قليله مع هذا الجهاز، لو كانت اربعه او 6 كان سرعه الجهاز تكون افضل بالاداء مع الاستعمال القوي مع الالعاب مع تشغيل الفيديو والمحتوى على هذا الجهاز، هذه اولا. الشيء الثاني خلال الاستعمال القوي والمكثف بالنسبة للجهاز بالنسبة للألعاب أو الاستعمال اليومي أنه هذا الجهاز ببعض التعليق وبعض التهنيق لكن شيء قليل هذا الشيء القليل يمكن يأثر على الاستعمال الكامل للجهاز لم يكن شيء صعب وما تقدر تتحمله لا يمشيك الحال وامورك طيبه، لكن اكو تعليق اكو تهنيك انا لاحظته بهذا الجهاز يختلف عن الاجهزه الباقيه لان ذاكره عشوائيه 3 جيجا. لو كانت مخلين 4 جيجا يمكن تختفي هذه التعليق او التهنيك او لو 6 راح يكون تغلب بسلاسه ما تحصل اي تهنيق او تعليق بهذا الجهاز عيب الثالث انه هذا الجهاز لا يدعم لا شحن سريع ولا شحن لاسلكي وماكو منفذ يو اس بي تايب سي مع ما ان البطاريه قويه ويحتاج لك بالساعتين او اكثر من ساعتين يلا يشحن شحن كامل فالشركه ما خلت شحن سريع واني دائما متعود اكثر اجهزتي يعني انا استعملها شحن سريع فالجهاز ينقص هذه الميزه الجميله الشيء الرابع والاخير انه هذا الجهاز هذه الميزه غير مخصصه لهذه الاجهزه او هكذا اجهزه لكن تنقص هذا الجهاز هذه الميزه هي مقاومه الماء والغبار لو كانت موجودة بهذا كان صفقة أجمل بما أنه النوت 7 بالنسبة شاومي سوف يأتي مقاوم للماء والغبار فهذا الجهاز لو كان مقاوم للماء والغبار راح يكون مواصفاته أفضل ومتميزة بالنسبة للأجهزة البقية هذه هي العيوب الأكثر اللي شفتها بالجهاز كانت تجربتي عن هذا الجهاز باستعمال شخصي كجهاز شخصي إلي مو استعمال جهاز ثانوي لا استعمال شخصي وحددت أكثر العيوب لهذا الجهاز تقدر هذا الجهاز تستعمله بالاستعمال المتوسط لكن اذا انت تريد تستعمل استعمال قوي ما يفيدك هذا الجهاز لكن بالاستعمال المتوسط او اقل من المتوسط انصحك بتشتري هذا الجهاز شكل الجهاز جدا جميل مع ما انه مصنعيته نوعا ما متوسطة لكن أنا ما أنصحك به إذا كنت تحتاج جهاز قوي توجه لغير جهاز أو غير رأيك لغير جهاز أما إذا جهاز متوسط يمكن هذا يفيدك أو خيار جيد بالنسبة لهذا الجهاز هاي اليوم نقلت لكم تجربتي عن هذا الجهاز مع المميزات والعيوب إذا عجبك الفيديو اضغط لايك إذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وياكم مرتضى الجيحاوي وفي أمان الله